أذكار الصباح والمساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها حين يصبح أجيرا من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم وصححه الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم،
وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله، رواه الإمام مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. يقولها أربع مرات، وإذا أمسى قال اللهم إني أمسيت أشهدك. رواه أبو داود. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسى قال اللهم ما أمسى بي من نعمة. رواه أبو داود والنسائي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها ثلاث مرات. رواه أبو داود وأحمد والنسائي رحمهم الله تعالى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجه
اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي وأبو داود. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رواه أحمد. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه النسائي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. رواه الحاكم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. رواه أبو داود. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وإذا أمسى قال: أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. رواه أحمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، يقولها 100 مرة. رواه البخاري ومسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. وإذا أصبح قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم.
وإذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه ابن السني. وإذا أمسى قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقولها 3 مرات. رواه النسائي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقولها 10 مرات. رواه الطبراني. أذكار النوم. من آداب النوم الوضوء والتسمية ونفض الفراش والنوم على الشق الأيمن ووضع اليد اليمنى تحت الخد، ثم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 3 مرات. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رواه البخاري ومسلم. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. رواه مسلم. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه أبو داود والترمذي. باسمك اللهم أموت وأحيا. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله والحمد لله يقولهما 33 مرة. والله أكبر يقولها 34 مرة. رواه البخاري ومسلم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس كقبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه أبو داود والترمذي. ثم يقرأ سورة السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها قال واجعلهن آخر ما تقول إنك إن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. رواه البخاري ومسلم. دعاء الفزع في النوم ومن بلي.
أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. رواه الترمذي. ما يفعل من رأى الرؤيا يكرهها؟ أولا ينفث عن يساره ثلاثا، ثم يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثا، ثم يتحول عن جنبه الذي كان عليه، ثم يقوم يصلي إن أراد، ولا يحدث بهذه الرؤية أحداً.